السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم بالخير إخواني وأخواتي اللي بيتابعوني في سلسلة فيديو معلومة الخاصة بنباتات الزينة الخارجية والداخلية. إن شاء الله في هذا الفيديو هنتحدث عن أحد النباتات المدادة المتسلقة بالالتفاف، وهو نبات إيبوميا كامبانيا. نبات إيبوميا من أجمل نباتات الزينة المدادة، سريع في النمو، يعني بتكون المدادات بتاعته غزيرة وسريعة، بيلتف على أي شيء يوضع ليه كدعامات سواء خشبية أو حديدية أو شاسيهات، أيا كان نوعها بلاستيك أو حديد. بيتم تربيته على الحوائط وعلى الأبواب وعلى الأسوار. نبات سريع جدا، بتزرع البذور أصلا في شهر 3، يعني في بداية موسم الربيع، من منتصف شهر فبراير لحد معايا شهر 5، وممكن طول الصيف ايضا تزرع، لكن يفضل زراعتها في بداية الربيع حتى يعني نستمتع بجمال ازهارها واوراقها القلبية الجميلة. طبعا النبات زي ما قلنا لحضراتكم بيزرع بالبذور، سريع في الانبات، يعني بعد فترة اسبوع بنجد ان النبات تم انباته. بيزرع في تربة بتمس على برلايت او فيرموكيولايت او كوكوبيت على فيرموكيولايت بإضافة الأسمدة والمبيد الفطري. يتم وضع البذور في صواني الانبات، هنوريها لحضراتكم حاليا اللي هي باينه معايا في الصوره ديت، ويتم تغطيتها بسمكها، سمك البذور من التربه التي تم زراعتها فيها، ومراعاتها بالري، وبيتم الانبات ان شاء الله في خلال اسبوع. بعدها بيتم موليتها بالري والتسميد بعد الانبات حوالي اسبوع 10 ايام حتى تنمو الشتلات على 4 ورقات. يتم فيما بعد تفريد الشتلات، وهنوري حضراتكم عملية تفريد الشتلات في الصينية. زي ما حضراتكم شايفين دي صينية تم زراعتها من الإيبوميا، وهنفردها على 4 ورقات أو 6 ورقات، وفي كمان أيضا ورقتان. وطبعا قلنا من علامات يعني بداية التفريد إن احنا نرفع الصينية نشوف الجذور خرجت من فتحات الصواني، فبنعرف ان يجب تفريد الشتلات بالاضافة الى الاوراق يعني. لكن قبل عملية التفريد لابد من التقصية، بيجرى ما يسمى عملية التقصية على الشتلات، بنعرضها لشمس مباشرة او بالرشاب محلول ملح مخفف، او بنعطشها زي ما احنا معطشين كده مثلا، يعني في علامة جفاف على الاوراق، دي ايضا من عملية التقصية، بحيث ان انا لما اشيل الشتلة من الصينية واجي ازرعها في عبوات الزراعة زي ما حضراتكم شايفين تتأقلم بسرعة، ويكون ليها قدرة على اعادة ما فقد منها من جذور، وامتصاص الماء بسرعة، واعادة النمو مرة اخرى زي ما حضراتكم شايفين. طبعا هذه الشتلات تم تفريدها بالظبط من اسبوع، والحمد لله يعني بدأت تزهر وبدأت النموات سريعة تلتصق يعني فيما بينها وتلتف. طبعا لابد ان احنا نضع دعامات غاب او بوص او بلاستيك، وان شاء الله هنجري هذه العملية اليوم او غدا بامر الله. طيب عايزين نشوف تفريق، يعني احنا بنفرد في عبوات بلاستيكية لان احنا فيما بعد هننقل هذه النباتات في اسس كبيرة ونربيها على شاسيه بلاستيك بحيث ان يكون حجم النبات كبير. طبعا لما يكون حجم النبات كبير بتكون الاوراق القلبية الجميلة ديت بتكون ايضا مسطحة كبير، وبتكون الازهار حجمها ايضا كبير. طبعا شايفين التنوع والتلون في زهرة الايبوميا جميلة جدا. طبعا دي البذور اللي احنا زرعناها، دي بذور اسباني حيويتها 100% تمام، ومتعددة الالوان والزهرة كبيرة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بيبقى مكتوب كل الداتا بتاع البذور على العبوة، الوزن والتاريخ بتاع الانتاج وتاريخ الصلاحية تمام، والاسم بتاع النبات واستعمالاته وكيفية زراعته بأكتر من لغة تمام. طيب عشان ما نطولش على حضراتكم، هنوضح لحضراتكم ازاي ننقل شتلات الايبوميا. يعني بسم الله بنعمل زي ما اتفقنا هول بهذه الصورة تمام، بالاصبع او باي اداة خشب او بلاستيك. طبعا الاخوات يعني بيلبسوا جوانتي، واحنا طبعا عشان شغلنا يعني كده فبنستسهل، يعني بنسمي الله وناخد اي شتلة بسم الله
خرجت الشتلة بمجموع جذري، نحط الشتلة في منتصف العبوة، تمام، ونضغط عليها بالإصبع بخفة بحيث أنا ما أضغطش على بقوة، يعني بحيث إن الجذور ممكن تتهتك معايا أو كده. حتى لو إذا خرجت يا جماعة الشتلة من غير تربة نهائي أو تقطعت أجزاء منها في الصينية، في العين بتاع الصينية، لا خوف أبدا، عندها قدرة جميلة جدا على استرجاع ما فقد منها من جذور. ممكن ناخد العالية ديت، بسم الله. طبعا أهم شيء إن احنا لما نيجي نزرع نسمي الله. شوفوا ديت جذرها كبير لكن خرجت طبعا من غير تربة، فاحنا بنحط الشتلة وبنساوي عليها بالتربة. طبعا يفضل عند زراعة أنا بزرع في رملة سودة، بزرع في رملة سودة، ودي المتوفرة في المشتل اللي أنا بزرع فيه أو في المنطقة اللي فيها مشتلي في مدينة رشيد بحيرة. فأنا بزرع في تربة رملية سوداء، ودي ليها خاصية جميلة جدا إن هي يعني فيها مغذيات، مش محتاج غذاء بصفة مستمرة، أيضا نفاذيتها عالية، عدم احتفاظها بالماء فترة طويلة، فبتديني خواص جميلة جدا في النمو. بعد الزراعة مباشرة يا جماعة لابد إن احنا نغمر الشتلات مية. بعد الزراعة مباشرة بهذه الصورة لابد إن احنا نغمر التربة بالماء حتى نضمن خروج كل الهواء وسرعة تجديد جذور النبات إن شاء الله، ونعطشها فيما بعد، ما نديهاش مية على طول أول بأول حتى لا تتعفن الجذور، إلى أن تظهر نموات خضرية جديدة نبدأ نواليها عشان الجذور تبحث عن الماء في أسفل التربة وتتعمق يعني وتمسك في التربة. يعني زي ما حضراتكم شايفين يعني حيوية البذور ما شاء الله الصينية اتزرعت بالكامل وكلها ما شاء الله، يعني شوف احنا هنا حتى الطول معانا لحد فين. طبعا عايزين نقول ان هذه الازهار الجميلة الرائعة بألوانها وتداخل ألوانها زهرة ناعسة، يعني بتتفتح نهارا وتغلق عند المساء، وتسمى زهرة مجد الصباح، تسمى زهرة مجد الصباح كده ان شاء الله. طبعا التسميد يعني فيما بعد نقلها الى اسس كبيرة بنضع خليط سماد عضوي مع التربة، تمام، وممكن بتمس على رمل او بتمس على فرموكيولايت، لكن هيكلفنا طبعا، فاحنا هنضعها في بتمس على رمل مع إضافة بعض الأسمدة العضوية المتحللة، ونضع شاسيه من البلاستيك لتنمو عليه هذه الهيفات أو هذه المدادات، وإن شاء الله يعني في خلال شهرين بيكون عندي نبات بحجم جيد جدا وشكل رائع، وهنربي منها جزء على السور للحصول على بذور منها مرة أخرى ولتجميل سور المشتل. بنوليها فيما بعد بالتسميد الكيماوي، ويعني انا في رايي ان ممكن ما تحتاجش تسميد كيماوي الا مره في الشهر، وممكن نجدها على الشتاء القادم اعطت بذور وقد يموت النبات الا اذا كان المكان دافي او دخلنا منه نباتات في الصوبه فبنحافظ عليه. للعلم هذا النبات ليس حولي وانما هو معمر، لكن في الظروف المناخيه في وطننا العربي في مصر ودول المغرب ودول الشام بنجده بيموت، في دول الخليج النبات بيكمل وبيبقى رائع في الصيف والخريف والشتاء. كده ان شاء الله نكون اتكلمنا على الايبوميا بايجاز، واي استفسار عنها اهلا وسهلا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.